احنا هنا قدام البرلمان في اعتصام من اليوم الساعة 6 الى الصبح ان شاء الله تعالى باذن الله الساعة 7 الصبح. هنا هذا الاعتصام انتهى، عدنا قدام البرلمان لانه هو الجهة المعنية بالدفاع حول قضايا الشعب. نحن مجموعة من الدكاترة العلميين العاطلين عن العمل في بلد يحتاج نحن فينا جميع التخصصات، فينا الرياضيات، فينا المعلوماتية، فينا الانفورماتيك، فينا الكيمياء، فينا الفيزياء، فينا الرياضيات. نحن وانتها طالبين الجهات المعنية وطالبين الحكومة من أمام الجمعية الوطنية أن تحل المشكل. مشكل العضال هو مشكل تعطيل مجموعة من الدكاترة العلميين في شتى التخصصات.